بدأنا بقالنا فترة كبيرة، أكتر من 3 أشهر طبعا، نظرة لأن الأولاد كان فترة كبيرة طبعا قاعدين عشان الكورونا، فبدأنا بدري الحمد لله رب العالمين. قدرنا نقف على مستوى بعض اللعيبة، في بعض اللعيبة ما قدروش يكملوا معانا، وفي لعيبة الحمد لله اللي احنا اخترناهم دول هم اللي احنا شايفين ان هم يمثلوا النادي الأهلي. فالحمد لله رب العالمين الأولاد ماشيين بشكل كويس، لعبنا حوالي تقريبا 10 ماتشات الحمد لله رب العالمين، الأداء فيها كان كويس، لعبنا ماتشات متدرجة، وفي ماتشات لعبناها قوية زي الجيش زي الإنتاج زي الشرطة زي الاتصالات، عملنا فيها نتائج كويسة الحمد لله رب العالمين. دي آخر بروفة لينا قبل البطولة، قبل البطولة زد احتكاك قوي، عملنا ماتشات ودية كتير الحمد لله، كل الولاد ظهروا بشكل كويس، في تطور كبير في مستوى الولاد. احنا كان يعني هدفنا الرئيسي طبعا يبقى عن تزرع في روح الولد من صغره روح الفن الحمر، روح البطوله. احنا النادي الاهلي، احنا احترام شديد طبعا لكل الفرق، النادي الاهلي يعني طبيعي لازم ندخل يعني تركيزنا وهدف واحد البطوله، يعني فيها فلان في فرق زمالك بيراميدز زيت طبعا فرق كويسه وفرق محترمه، بس احنا النادي الاهلي ده الطبيعي، يعني احنا داخلين بطولة زي ما حضرتك بطولة ودية، بس أنا نازل أخد البطولة استعدادا للدوري، هدف دي بداية دي خطوة إن الولاد يبقوا نازلين بطولة الدوري في ثقة، في ثقة لنا إننا النادي الأهلي. زي ما الكابتن أحمد رؤوف قال، خلال الفترة اللي جاية هيكون في بطولة مهمة، بطولة زد، بطولة زد يعني بيكون فيها تجمع كبير من الأندية، بتكون فرصة لاحتكاك اللاعبين، استعداد جيد قبل انطلاق المنافسات إن شاء الله هتكون في ديسمبر لولادنا داخل قطاع الناشئين، بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق.